خلال تواصله المباشر مع المواطنين، تعهد المترشح شفيق زعفوري عن دائرة سيدي بوزيد الغربية الهشرية بدعم القطاع الفلاحي بالجهة والعمل على حلحلة جملة من الإشكاليات العالقة. أولا هي مشكلة المياه بمنطقة الهشرية، يلزمنا ندرس الوضعية قبل ما ينتهي الماء بصفة كلية، ويلزم الدراسة تكون من مسؤولية الدولة، ويلزمها الدولة توا في الوقت الحالي تتحمل مسؤوليتها. ثانيا نمشوا للموضوع الكبير اللي هو سوق الانتاج، اللي باش يكون موضوع كبير بالنسبه لنا نحن، وباش يكون محفز كبير بالنسبه للفلاحين، باش يحقق اكثر من 90% من تشجيع فلاحي. والتسويه العقاريه زاد ما ننسوهاش، ووضعيه الابار العميقه اللي ما عندناش فيها الحق زاد ما ننسوهاش، المستوى التعليمي اللي اصبح متردي جدا بهذه المناطق، من ما ياخذين حقنا حتى في المستوى التكويني، جهتنا كلها مهمشة. كما تعهد المترشح بالعمل على الارتقاء بجودة المؤسسات الاستشفائية وتحسين الخدمات الصحية بجهته.